انما جان محمد لوج سميلة رزوزان تبقوز اسمات بينما وزوزان لما تبقوز عباس بينما سميلة رزوزان لما تبقوز مولانا سميلة رزوزان لما تبقوز اسمات سميلة رزوزان يا نغمور وولاك وصولهم وفورهم أن الله يغفر اللهم يرحمهم ولدرجات بالجنة ينظرون بأسرارهم وعنوانهم وألومهم وبفركاتهم وبكرماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لحضرة الرسول يا ربنا لشعب البيت علي وعلينا خصوصا يا للقبور dari isi Sumar bin Bapak Haji Idris Bapak Haji Idris Bapak Haji Sayyid Sumar bin Bapak Sayyid bin Bapak Haji Sumar bin Bapak Haji Sumar bin Bapak Haji Sumar bin Bapak Haji Sumar bin Bapak Haji khususan Ahmad Duraji bin Muhammad khususan Mamed Bagus Ilyas bin Mamed Bagus Sharifuddin Sumar bin Bapak Haji bin Ahli Kampung khususan Haji Wawi Sumar bin Bapak Haji Sumar bin Haji Ahmad Sumaila Rasulullah Haji Abdullah Sumaila Rasulullah Khususan Ya Allah Al-Gubur Abi Tebagus Fardi bin Tebagus Salim Tebagus Salim Tebagus Dil Tebagus Jabi Abu Muhammad bin Tebagus Ahla bin Tebagus Syar bin Bin Tebagus Abdullah bin Tebagus Sumaila Rasulullah Ya Allah Al-Gubur Umi Safiya bin Tebagus Kisani bin Kemal Kemal kemarisan karsan bin basan ya khususan ya dal kubur umil mamayat bapa jamur ke jamur radin salah radin urusah bin radin syari radin syari bin radin abdul fadah tirtaya sesum la rasul khususan abdim yati bin agis khususan ya dal kubur sebutkan nama masing-masing bapaknya yang udah gak ada atau kakeknya ila ruhi khususan ya dal kubur akhi wa akhina khususan khususan sumaila khususan ya khususan ya dal kubur khususan ya ibu khususan sumaila khususan Khususan yolun kubur tupak kusan yusufan Sumayla rususan ratu anif Khususan ratu sawsah bin Kirsat bin Raden Ismail Raden Ismail Sumayla rususan Sumrasan ya Haji Hatimah bin Tibaba Talib ki Talib bin Talib Khususan yolun kubur ratu nyimas Abdul Habatun Khususan yolun kubur Fatimah bin Tibaba Sumaila Rasulullah Ratu Saibah binti Sumaila Ruhi Rasulullah Ratu Mas binti Annallah yagfirullahum irhamuhum ili darajatim bil jannat bin ta'niya bi asrarihim wa indadihim wa dhumihim wa bi barakatim wa bi karamatim fi din wa dunya wal akhirati al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بنية القبول وتمام كل صل ومأمول وصلى لسان الظاهر باطنا في الدين والدنيا الآخرة يا دافعة لكل شر يا لبدا لكل خير لنا ولوالدينا ولأبابنا ولمشايخنا في الدين ملطف عافية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاء في الموت على دين الإسلام بلا محنة والامتحان بجاه سيدنا والأديادنان جامعة لكل نية صالحة وجادة ومبتة في شرف الحبيب
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسيد مرات الله تبارك وتعالى كل صلاتنا وصحب رسول الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وعبدنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وداعٍ ودفاق ومن شر ذكر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وعيدا من موجبات الندامة في الحال والمعالي إنك السميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتبادل الظاهر وباطن ويكون يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا اللي ما سر منا لا تضيق سترنا وعافنا واعفنا وكلنا يسقنا. يا اللي ما سر منا لا تضيق سترنا وعافنا واعفنا وكلنا يسقنا. يا اللي ما سر منا لا تضيق سترنا وعافنا واعفنا وكلنا يسقنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا عليما بخلق ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزال ربنا بما نزل انك لطيف لم تزال ربنا والمسلمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي واسع الكرم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم في أولادي وزوجاتي وذرياتي ولدي ووافقنا ووافقهم لطاعتك وارزقني برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات محمدا الوسيله واجعل في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين درب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بجاه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اني اتوصل واتواجه بك يا رسول الله يا حبيب الله وقت حجتي وحجتنا أجسنا يا الله. آمين. أجسنا يا الله أجسنا يا الله يا الله قبل بالمقصود. آمين. يا الله قبل بالمقصود. يا الله قبل بالمقصود. بفضل سبحانك يا الله. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.